ماذا يعني انتهاء الحرب رسميا بين اثيوبيا واريتريا؟ اثيوبيا واريتريا كانوا دولة واحدة. اريتريا بتحاول بقالها عقود ان هي تستقل عن اثيوبيا، فخاضت حرب 30 عاما، 30 سنة تقريبا، 3 عقود، واريتريا تكافح من اجل الاستقلال. ثم استقلت اريتريا عام 1993. إنما بعد الحرب ديت اللي قعدت مدة طويلة جدا حتى الاستقلال 93، جينا بعد 5 سنين فقط سنة 98 حرب ال3 سنوات، يبقى حرب ال30 عاما ثم حرب ال3 سنوات، 98 99 2000. في ال3 سنين دول نتيجة صراع على الحدود برضو قتل الكثيرون. الضحايا نتيجة هذه الحرب 80 ألف قتيل، رقم كبير جدا، مش 808 آلاف، 80 ألف قتيل. من 98 ل 2018 20 سنة، 20 سنة من الحرب الرسمية. لكن من 2000 لغاية دلوقتي مش حرب رسم، مش حرب حقيقية، وإنما حرب باردة أو حرب رسمية فقط. هذه الحرب الرسمية اللي هي بعد 20 سنة من 98 وضعت أوزارها 2018. الزعيم الإثيوبي راح قابل الرئيس في إريتريا وحصلت قمة ثنائية. بموجب هذه القمة تم التصالح وإنهاء الحرب رسميا بين الدولتين. لم يعد هناك عداء رسمي بين إثيوبيا وبين إريتريا. كان في قطع خط الطيران، رجع الطيران. كان في إلغاء سفارات، رجعت السفارات. كان في إغلاق حدود، رجعت الحدود تاني مفتوحة بين الدولتين. وفي كلام عن تعاون اقتصادي وأمني وعسكري بين الدولتين، بين إثيوبيا وبين إريتريا. هذا التصالح أو إنهاء حالة الحرب الرسمية بين إثيوبيا وإريتريا، وأكتر من كده بقى تفاهم استراتيجي واقتصادي كبير جدا بين الدولتين، من شأنه أن يؤثر كثيرا جدا جدا على التوازن في منطقة شرق إفريقيا. وسوف يكون هناك جديد في مراكز القوى ومعطيات والمعطيات الجيوسياسية في شرق إفريقيا بعد هذا التعاون وربما التحالف بين إثيوبيا وبين إريتريا.